إن شاء الله موعدنا اليوم مع درس في غاية الأهمية، وهو درس رحمة ومحبة للكاتب الكبير قاسم أمين. درس بيعرفنا إيه طبيعة العصر اللي إحنا نعيش فيه الآن، وبيعرفنا أن الله سبحانه وتعالى دعانا إلى رحمة النساء ومعاملة النساء معاملة حسنة، ويعلمنا سبل التقوى، كيف نتقي الله عز وجل، ثم أثر الرحمة والمحبة في المجتمع. هناك أشياء لابد أن نعرفها قبل أن نبدأ في هذا النص، وهو أن الإسلام هو من أعطى للمرأة كامل حريتها، وهو الدين الوحيد الذي أعطى للمرأة حريتها كاملة. فقال الله عز وجل في كتابه العزيز، في سورة كاملة اسمها سورة النساء، وفي سورة أيضا تسمى سورة النساء الصغرى وهي سورة الطلاق. سمى الله سبحانه وتعالى سورة كاملة باسم امرأة وهي السيدة مريم، وسمى سورة باسم عائلة امرأة وهي آل عمران، وذكر قصة امرأة عمران وحملها ووضعها، وذكر قصة مريم وحملها ووضعها لسيدنا عيسى. وذكر الله سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا امرأة فرعون وامرأة لوط وامرأة نوح، وضرب الله مثلا أيضا وأوحى الله إلى أم سيدنا موسى. فعلى ما يدل ذلك أستاذ أحمد في ديننا الحنيف؟ طبعا كما قلت يا أستاذ محمد، إن دل هذا على شيء فإنما يدل على اهتمام الإسلام بالمرأة وشؤون المرأة، وقد أعطى الإسلام المرأة حقوقها كاملة. فكما يعلم أبناؤنا الطلاب، كانت المرأة في الجاهلية تورث، كانت المرأة أمة وتورث ضمن الميراث، والآن الإسلام جاء وأعطاها حقها مثل الرجل تماما، وفرض الله لها نصيبا من الميراث بدلا من أنها كانت هي التي تورث وتكون في الميراث. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الإسلام أنصف المرأة وأعطاها كامل حقوقها وأعطاها حريتها. قبل أن نبدأ في النص لابد أن نعرف الكاتب. الكاتب هو قاسم أمين. ولد قاسم أمين سنة 1863، وهو أديب مصري كبير. ولد في بيئة أرستقراطية وحصل على ليسانس الحقوق، وسافر إلى فرنسا في بعثة دراسية لمدة 4 سنوات. اشتهر قاسم أمين بأنه زعيم الحركة النسائية في مصر والمدافع عن حق المرأة، كما اشتهر بدفاعه عن الحرية الاجتماعية ودعا لإنشاء الجامعة المصرية. له أعمال كثيرة، اخترنا له من كتاب تحرير المرأة هذا النص. يقول الكاتب: إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لابد أن ينال منه النساء نصيبهن. فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين، المرأة واليتيم.
ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة. فعلينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية وتطالبنا به الشريعة، وهو مع ذلك فريضة وطنية يجب علينا أداؤها حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. الفقرة الأولى: إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية في طريق واحد وإلى غاية واحدة. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لا بد أن ينال النساء منه نصيبهن. طبيعة: إن طبيعة العصر طبيعة أي سجية، وجمعها طبائع وطبيعات. إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة، منافرة أي مباعدة، وعكسها مقاربة. منافرة للاستبداد معادية، استبداد أي الظلم، وتأتي أيضا استبداد أي الانفراد بالرأي، حاكم مستبد أي حاكم منفرد برأيه، لا يأخذ رأي أحد ولا يعمل بمبدأ الشورى. إذن مضاد للاستبداد الشورى أو العدل. معادية، معادية أي كارهة، معادية كارهة وعكسها محبة. للاستعباد، الاستعباد أي اتخاذ الناس عبيدا. ميالة إلى سوق القوى الإنسانية، ميالة يعني تميل أو تحيد أو تخرج عن، وممكن تأتي بمعنى تفضل وعكسها تعدل. ميالة إلى سوق القوى الإنسانية، سوق أي توجيه، سوقها أي توجيهها. يقول يسوق الدراجة، يعني يبدل لتسير لتمشي السيارة أو الدراجة. يسوق السيارة أي يدوس بنزين عشان العربية تمشي، يبقى ده بيسوقها. يبقى سوق توجيه أو حث على السير. القوة مفردها قوة ومضادها الضعف. إلى سوق القوى الإنسانية، إلى طريق واحد وفي طريق واحد وإلى غاية واحدة. غاية أي هدف، وجمع غاية غايات، وأيضا تجمع على غاي، غايات وغاي. فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها، نبه أي أيقظ أو فطن إلى، فنبه وتأتي بمعنى لفت انتباه الغافل. الطائف الرحماني هي معناها الحارس ليلا، لكن المراد بها الدين الإسلامي. ونفرق هنا بين المعنى الطائف الرحماني والمراد بالطائف الرحماني. فالمعنى هو الحارس ليلا، والرحماني الكثير الرحمة، ينسب إلى الرحمة، لكن المراد بها الطائف الرحماني أي الذي طاف من الرحمن، وهو الدين الإسلامي الذي طاف على نفوس البشر، أي دار وحام، يحوم يعني يطوف أو يدور على نفوس البشر، وعكس طاف توقف.
فنبه منها، نبه منها أي أيقظ منها أو فطن منها أو لفت انتباه ما كان غافلا، غافلا أي ساهيا أو مهملا، وعكس غافل نشيط. لا بد أن ينال منه النساء نصيبهن، لا بد أي لا مفر ولا مفر. سؤال لأبناء الطلاب، ما جمع بد؟ ما جمع بد؟ والنساء مفردها المرأة، وهنا يسمى مفرد من غير الجنس، مفرد الكلمة من غير الجنس. فهل يمكن لأبنائنا الطلاب أن يأتون بكلمات مفردها من غير جنسها؟ أخرى نساء مفردها امرأة، نريد كلمة أخرى يكون مفردها من غير جنسها. لابد أن ينال منه النساء نصيبهن، النصيب هو الحظ أو القسم، لابد أن يأخذ النساء قسمهن من الدين الإسلامي. وقلنا في بداية الحصة أن الدين الإسلامي هو الذي جاء ونبه البشر كلهم إلى ضرورة معاملة المرأة وإعطاء المرأة حقها كاملا دون نقصان. لأن أستاذ أحمد يأتي بعض الجهلة ويقول أن الدين الإسلامي ظلم المرأة وخاصة في قضية الميراث، لأنهم لا يعرفون من الدين الإسلامي إلا للذكر مثل حظ الأنثيين، وكأنهم تغافلوا عن كل آية النساء وكل آيات المواريث ومسكوا فقط في هذه الآية. وهذه الآية يا أستاذ محمد يعني أنصف الإسلام فيها الناس جميعا الذكور والإناث، لأن كما تعلم ويعلم أبناؤنا الطلاب أن الرجل أو الذكر عليه تكاليف وله تبعات يجب أن يقوم بها عكس المرأة، فالمرأة مسؤولة من زوجها إذا كانت متزوجة، ومسؤولة من أبيها في بيت أبيها، ومسؤولة من أخيها في بيت أخيها وأبيها. إذن فالله سبحانه وتعالى حين شرع الميراث ووزع الأنصبة لم يظلم أحدا أبدا، وكيف يظلم وهو العادل الذي لا يظلم أحدا، هو أدرى بالنفوس. الله سبحانه وتعالى جعل لكل البشر إمكانية الاجتهاد في الدين أو في العبادة، ممكن تجتهد في تفسير حاجة معينة، أو ممكن تجتهد في عبادة معينة تضيف حاجة تنقص حاجة، وهذا قد يقبل في بعض العبادات، إلا أستاذ أحمد في مسألة الأموال. الله سبحانه وتعالى لم يترك أي مجال لأي بشر الاجتهاد في الأموال حتى ولو كان للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت الأنفال قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وجعل الله سبحانه وتعالى، فهذا خاص بتقسيم الغنائم الأموال، أما في تقسيم المواريث فجعل الله سبحانه وتعالى آيات مفصلات ثابتات لا تقبل التغيير ولا التبديل، نزلت من عند الله سبحانه وتعالى ليس فيها أي مجال للاجتهاد. وأيضا من ضمن أموال الناس الصدقات والزكاة، قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، وذكر الثمان مصادر التي تخرج فيها الزكاة. فهذه الثلاث مصادر المتعلقة بالمال أو الثلاث عبادات المتعلقة بالمال لم يجعل الله سبحانه وتعالى لأي بشر فيها أي نوع من أنواع الاجتهاد، وإنما أغلقها الله سبحانه وتعالى أو أغلق الله سبحانه وتعالى أمام البشر في الاجتهاد، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر وهو يعلم أن النفوس جبلت على حب المال. نعم، إذن ففي هذه الفقرة يبين الكاتب صفات العصر الحالي الذي يعيشه الناس، وهي أنهم يرفضون الانفراد بالرأي ويدعون إلى العمل بمبدأ الشورى الذي هو مناقض للاستبداد، كما يبين الكاتب أيضا كراهية كافة مظاهر القهر والاستعباد. فالناس في هذا العصر
لا يعيشون أو لا يجب أن يعيشوا في قهر واستعباد. كذلك يبين الكاتب في هذه الفقرة توجيه البشرية إلى غاية واحدة وطريق واحد وهدف واحد فقط. ويذكر أن تعاليم الإسلام السمحة هي التي أيقظت البشر وارتقت بها لابد أن ينعكس أثرها على المرأة، فنساعدها ونتقي الله فيها، وذلك امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم كما ذكر الكاتب: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات. أهم المعاني: اتقوا الله، نمد إليهن يد المساعدة، يد جمعها أيدي وأيادي. اتقوا الله أي اخشوا الله أو خافوا الله. ومضاد التقوى الجحود أو التجرؤ على الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. أستأذنك يا أستاذ محمد، هذه الكلمة من الأهمية بمكان، فهي موضع سؤال في الامتحان، ولطالما جاءت في امتحانات الشهادة الإعدادية الكشف في المعجم عن كلمة التقوى، والجميع وجميع الطلاب يخطئون فيها، فأريد أن أؤصل معنى هذه الكلمة أولا حتى نعرف معناها. التقوى كما عرفها الإمام علي أولا هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف التقوى كما عرفها إمامنا كرم الله وجهه علي ابن أبي طالب. لكن ما معنى التقى؟ التقى جاءت من الوقاية، وطالما أنني قلت إنها من الوقاية وقاية، إذن فمادتها المعجم فيها وقايا، الواو والقاف والياء. سمي المتقي متقيا لأنه يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، فالمتقي سمي متقيا، جعلنا الله وإياكم من المتقين، يجعل بينه وبين العذاب وقاية وساتر، كما هو شأن المحارب في المعركة الذي يتخذ الدرع الذي يلبسه في يده لكي يتقي به الضربات، ضربات السيوف والرماح والنبال. بعض الطلاب متابعين معانا ما شاء الله، الدكتورة بسملة طلبة، إن شاء الله نشوف الدكتورة بسملة. كنا سألنا سؤال: طبيعة، ما معنى طبيعة؟ طبيعة هي فطرة، والمراد حال وسمة والجمال طبائع. أحسنت، إجابة نموذجية. رويان عمرو عبد الستار: جمع بد بددة، وأبداد أيضا يا رويان، أبداد وبددة. وكنا نريد كلمة جمعها من غير جنسها، فروان عمرو عبد الستار ايضا قالت مرق جمعها رجال من غير لفظه ايضا، وروان قبيله مفردها رجل، لان القبيله تتكون من مجموعه رجال، فمفرد قبيله رجل ايضا من غير جنسها. دكتوره بسمله بتقول: المقصود بالطائف الرحماني تعاليم الاسلام السمحه. احسنتي يا روان، احسنتي يا بسمله. روان عمرو قالت: كشف في المعجم في كلمة تقوى، في وقيا فصل الواو ثم الكاء قاف ثم ياء. أحسنت يا روان. من تهذيب النفس، ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب، تهذيب يعني تأديب،
والنفس يعني البشر أو الإنسان، وإعداد يعني تجهيز وعكسها إهمال، إلى معرفة نافع معرفة أي علم، وعكسها جهل، وجمع معرفة معارف، إلى معرفة النافع، والنافع أي المفيد وعكسها الضار، إلى معرفة النافع ومدافعة رزق. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل. وقال الشاعر في الفقرة السابقة أنه من الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة، ده الواجب علينا نحو المرأة أو نحو النساء، أن نمد إليهن يد المساعدة. طبعا تصوير المساعدة بأنها إنسان له يد، ومواطن الجمال هنقولها كلها في الآخر. ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. أستاذ أحمد، نريد أن نسأل طلابنا الأعزاء ما إعراب كلمة المرأة؟ هذا درس طبعا من دروس اللغة العربية في فرع النحو في هذا العام، وهو طبعا الدروس الأربعة: الممنوع من الصرف، والمدح والذم، والبدل، والمنادى. هذه هي الدروس الأربعة، الدروس الأربعة عندكم. فالأستاذ محمد يريد أن يعرف كلمة المرأة ما إعرابها. طبعا اليتيم اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة، لكن نريد إعراب المرأة، فما إعرابها؟ جنى وائل قالت يا أستاذ محمد إنها بدل. أحسنت يا جنى، وسنفصل القول فيها بعد ذلك. إذن فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. ولذلك يا جنى سمعتينا نقرأها المرأة واليتيم كقوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على خمس، على حرف جر، وخمس اسم مجرور علامة جره الكسرة، فأقول شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء إلى آخره، فهو بدل مجرور. ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات. كيف تتحقق التقوى؟ تتحقق التقوى كما قال الكاتب عن طريق تنقية العقول من الأفكار السيئة، وكذلك إعداد النفس بالتربية والتعليم لمعرفة النافع والابتعاد عن الضار ومقاومة الشهوات، كذلك بتكميل النفس، حسن المعاملة والرفق واللين في المعاشرة. الفقرة التي بعدها: ولا شيء أدخل في باب التقوى من تهذيب العقل وتكميل النفس وإعدادها بالتعليم والتربية إلى معرفة النافع ومدافعة الرذائل ومقاومة الشهوات، ولا من حسن المعاملة واللطف في المعاشرة، فعلينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. إعراب كلمة صلة الثانية: أن نجعل الصلة بيننا وبينهن صلة محبة ورحمة، لا صلة كره وقسوة. نريد إعراب كلمة صلة التي بعد لا، فما إعرابها؟ ننتظر الإجابة. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية وتطالبنا به الشريعة، وهو مع ذلك فريضة وطنية يجب علينا أداؤها حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية
عاملة قائمة بوظائفها. مدافعة الرذائل، الرذائل مفردها الرذيلة، وهي الصفات القبيحة. الرذائل مضادها الفضائل، الرذائل مضادها الفضائل وهي الصفات القبيحة. ومقاومة الشهوات، الشهوات مفردها شهوة وهي الرغبات، ودائما تأتي الشهوات مع الرغبات المحرمة، لكن معنى الشهوات أي الرغبات. ولا من حسن المعاملة، معاملة جمع المعاملات، واللطف في المعاشرة، اللطف أي الرفقة والرقة، الرفق والرقة واللين، ومضادها القسوة والغلظة، واللطف في المعاشرة، المعاشرة أي المخالطة. طيب يا أستاذ محمد، نريد كلمة الشهوات من القرآن الكريم، فهذا سؤال أيضا نطرحه على أبنائنا الطلاب. كلمة الشهوات من الحافظين والحافظات لكتاب الله عز وجل، أين ذكرت كلمة الشهوات في القرآن الكريم؟ المعاشرة أي المخالطة والمصاحبة، ولا صلة محبة، صلة محبة ورحمة لا صلة كره، كره أي بغض. المرأة، روان أحسنت يا روان، المرأة بدل مجرور وعلامة جره الكسرة، جنى وائل مفعول به، لا يا جنى للأسف، وبسملة، بسملة طلبة خبر إن، لا يا بسملة فكري فيها تاني. احنا لسه ما زلنا عند صلة محبة ورحمة لا صلة كره وقسوة، إعراب كلمة صلة التي كانت بعد لا. الشريعة، هذا ما تفرضه علينا الإنسانية وتطالبنا به الشريعة. الشريعة أي الدين الإسلامي الذي شرعه الله، وجمع شريعة شرائع، فريضة وطنية، فريضة أي واجب، وجمع فريضة فرائض. طب يا أستاذ محمد، الشريعة الإسلامية كما تفضلت، نريد أن نعرف مصدر الشريعة الإسلامية، ما هو مصدر الشريعة الإسلامية؟ الشريعة الإسلامية عندنا في الدين الإسلامي نأخذها من مصدرين رئيسيين، وهما كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يختلفان ولا نفضل أحدهما على الآخر. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي المكملة القرآن الكريم، لا ينفصلان أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فيما معناه، لا يأتي أو لا يجلس أحدكم متكئا شبعانا يقول على أريكته، يقول ألا إن الله سبحانه وتعالى آتاكم القرآن، فما حرم فيه فحرموه وما أحله لكم فأحلوه، هذا حرام. لا يمكن أن يأتي القرآن أو نأخذ مصدر الشريعة من القرآن دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفصلان أبدا بعضهما عن البعض. نأخذ شريعتنا الإسلامية من كتب الصحاح، وعلى رأسهم كتاب الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم، موطأ الإمام مالك وغيرها من كتب السيرة التي جاءت لتفصل وتؤصل القرآن الكريم وتبين لنا مقاصد الله سبحانه وتعالى. طيب، طلع علينا في هذه الأيام وهذه الأوقات يا أستاذ محمد من يشككون في كتب البخاري ومسلم، فكيف ترد على هذه الفئة؟ هذا ما هو إلا طعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليأتي من بعدها طعن في كتاب الله عز وجل. فإذا ضعف في عيننا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، استهنى بعد ذلك بمن يتحدث في القرآن الكريم ويقول أن فيه أخطاء أو ما شابه ذلك، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة غراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم، ترك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هما المكملان لبعضهما، لا يختلفان ولا يفترقان عن بعضهما البعض.
ولكن شرط أن تكون هذه السنة من مصدر موثوق لا نلهث وراء إسرائيليات أو كلام لا أصل له من الصحة، ونقول أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن جمع كلمة نفوس مفردها نفس، ومعنى ينال يحصل، ونمد إليهن يد المساعدة، نمد نبسط أو نساعد، ومضادها نخذل أو نتخلى. تكميل النفس إتمامها وإكمالها، مدافعة إزالة ومحو، حسن جمال ومضادها قبح، صلة يعني علاقة وجمعها صلات ومضادها انقطاع. هذا ما تفرضه توجبه. يقول الكاتب إن العصر الذي نعيشه وطبيعته طبيعة عصر يتسم برفض الظلم وكراهية الاستعباد وتوجيه البشرية إلى هدف واحد، والله سبحانه وتعالى يوجهنا إلى حسن معاملة النساء، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما أوضح في حديثه الشريف الذي تحدثنا عنه قبل ذلك، كما يوضح طرق الوصول للتقوى، وهي كما قلنا تهذيب العقل وتكميل النفس بإعدادها بالتربية والتعليم حتى نتعرف أو تتعرف على ما ينفعها وتبعد عما يضرها من رذائل ومقاومة الرغبات. ثم يوصي الكاتب بعد ذلك بضرورة أن تكون الصلة بين الرجال والنساء صلة قائمة على المحبة والرحمة لا على الكراهية والقسوة، والهدف من الاهتمام بالمرأة لتكون عنصرا فعالا في المجتمع قائمة بوظائفها. سألنا أستاذ أحمد سؤال، صلة محبة ورحمة لا صلة كره وقسوة، ولم يجب أحد. صلة محبة لا صلة، لا هنا أداة عطف، لا هنا أداة عطف، وأداة العطف لا إذا جاءت بين اسمين فإنها تفيد النفي، فصلة الثانية اسم معطوف. في سورة سبأ لا يا بسملة، قال الله عز وجل في سورة آل عمران، روان راجع الصوت عندك لأن الصوت المفروض أنه شغال كويس. في سورة آل عمران، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن الثواب. الشاعر ذو ثقافة دينية، أين نلمح ذلك؟ أين تجد ذلك؟ استشهد على ذلك بما وجدته في النص. نقول الشاعر أو الكاتب، نقول هنا الكاتب لأنه يكتب نصا نثريا، الكاتب ذو ثقافة دينية، حيث إنه قد استشهد على فكرته بالحديث النبوي الشريف الذي يقول اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. كذلك من الملاحظات أن الشاعر قد لجأ، الكاتب ولجأ إلى وسائل تأكيد تؤكد فكرته، أين تجد ذلك؟ نعم، استخدام كلمة إن المؤكدة مثل إن طبيعة العصر، التفصيل بعد الإجمال في قوله الضعيفين المرأة واليتيم، كذلك في التضاد بين المحبة والرحمة والكره والقسوة، فهذه مؤكدات لجأ إليها الكاتب لتأكيد فكرته. أيضا أستاذ أحمد، قبل ما ندخل على المعاني على مواطن الجمال، نريد أن نتأمل في الموضوع، سنجد أن الموضوع يدل على براعة الكاتب في الكتاب،
يعني لو عايزين مثلا ناخد فكرة لموضوع التعبير، فهنلاقي إن الكاتب بدأ بمقدمة وهي إن طبيعة العصر، ثم دخل في عرض فكرته واستشهد عليها بحديث شريف، ثم ختم الموضوع بالنتائج: لو أعطينا للمرأة حقها يصبح أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها. فأعطى مقدمة تشويقية، ثم عرض فكرته بطريقة مميزة، ثم بعد ذلك استخدم المؤكدات واستشهد بحديث شريف، ثم ختم بالنتائج المترتبة على موضوعه. وإن كان الموضوع صغير، ولكنه يستفاد به في كيفية كتابة موضوع تعبير بطريقة احترافية. مظاهر الجمال الموجودة في هذا النص: إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، تعبير مؤكد بإن يؤكد على طبيعة العصر الذي نعيش فيه. منافرة معادية، والطائر غافلا عاملة، كلها اسم فاعل، نوع من أنواع المشتقات اسمها اسم فاعل، تدل على الاستمرار. ينال منه النساء: نعمل، نمد، نجعل، تفرض، تطالب، تكون، كلها أفعال مضارعة تدل على التجدد والاستمرار. اتقوا الله في الضعيفين، فعل أمر في ذو النصح والإرشاد. طبيعة العصر منافرة للاستبداد، تعبير يجسد طبيعة العصر بإنسان يبعد الظلم. منافرة للاستبداد يعني تبتعد أو تبعد الظلم. معادية للاستعباد أيضا تجسيد لطبيعة العصر بإنسان يكره الاستعباد واتخاذ المرأة أو معاملة المرأة كعبدة. ولا شيء يدخل في باب التقوى. باب التقوى صور التقوى بأنه بناء له باب. هذا ما تفرضه علينا الإنسانية، تفرضه ما اسم موصول للعموم والشمول، وتفرضه فعل مضارع يبتدي التجدد والاستمرار. صلة محبة ورحمة، لا صلة قر وقسوة، وغافلا، كلها كلمات نكرة تفيد التحقير والتنفير من هذا السلوك. إلى غاية واحدة، وحية وقائمة وعاملة، كلها نكرات تفيد العموم والشمول. حتى صلة محبة ورحمة نكرة تفيد التعظيم. إذن عندنا هنا ثلاث نكرات: إما تفيد التحقير، وإما تفيد العموم، وإما تفيد التعظيم. ويجب أن نعرف الجمال في هذه الكلمات ونعيها جيدا، لأنه قد يأتي بيقول: ما الجمال في كلمة رحمة؟ لو قلت تشبيه أو أسلوب أو ما شابه، كل هذا خطأ، لأنها كلمة واحدة. فالكلمة الواحدة إما جمل تفيد الكثرة، أو معرفة تفيد التعظيم، أو نكرة تفيد حاجة من الثلاثة اللي قدامك دول: إما التحقير، وإما العموم، وإما التعظيم. الضعيفين المرأة واليتيم، تفصيل بعد إجمال، وإن التفصيل بعد الإجمال إذا ذكرت الكلمة مرتين يعرب بدل مطابق، وإذا ذكرت مرة واحدة مثلما أمامنا تعرب بدل بعض من كل، فهو تفصيل بعد إجمال. نأتي هنا إلى الواجب اليومي. السؤال الأول: إن طبيعة العصر الذي نحن فيه منافرة للاستبداد، معادية للاستعباد، ميالة إلى سوق القوى الإنسانية إلى طريق واحد وإلى غاية واحدة، فهذا الطائف الرحماني الذي طاف على نفوس البشر فنبه منها ما كان غافلا، لا بد أن ينال منه النساء نصيبهن، فمن الواجب علينا أن نمد إليهن يد المساعدة ونعمل معهن، بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. قرأنا النص أكثر من مرة ليستفيد منه أبناؤنا الطلاب، ونترك لحضراتكم هذه الأسئلة تجيبون عليها، ونراها إن شاء الله في الغد بإذن الله. غدا إن شاء الله الحصة هتكون الساعة تمام الساعة الواحدة. حصة غدا الساعة الواحدة إن شاء الله نكون الواجب الشريحة دي ناخدها سكرين شوت كده
ونبدأ نحلها وندرب نفسنا من غير ما نبص في الكتاب ونشوف ايه اللي هيبقى سهل واللي هيبقى صعب واللي انت مش فاهمه جهزه كله واسألنا فيه بكرة ان شاء الله الساعة 1 هنكون موجودين معاكم للشريحة التانية. وده آخر سؤال، تدريبات عامة شاملة جميع أجزاء النص. خد سكرين شوت.